اصبر. هلا 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 مرحبا هلا. بلا حركات. معطيه وضعية محمد عيسى. صور يا رجال. من ذا؟ تعال. من انت؟ تعال تعال. حبتين حبتين. عبد الله خصم خصم. صور حركات خبره. يلا. يلا صور صور. يلا حبيت حبيت كلمة. يلا احلى طلعة مع الشباب. وش تقول خلاص؟ احلى طلعة مع الشباب. والله العظيم حط ايدك فوق علي. وش فيه؟ وش العلم؟ شنو؟ اللي هو هو يا شباب خلوا نتناول اطراف الحديث. ايوه ايوه عندنا قهوه. عندنا تناول صبولي قهوه ونتناول الحلقات والعلوم الطيبه. اي انت تناول الطريق المختصر حق اللي تقول تجونه. تقول لي خليت السالفه دي 10 دقائق ربع ساعه. انت مزاحمين في قعر مزاحمين. نفوت تغري يا شيخ. لا اقسم بالله سيارتك لا سيارتي تمشي على ضرب على ضرب ترى والله ما تمشي انت. هذا متغرز. انا اتوقع بخبرتي بالنفوذ ما في احد وقع. نقومه يمسد مره ونحد حوله. شفت يوم التاسيس صعد مشيت منه جيت متاخر عن البث يوم التاسيس يوم طلعونا نلتقي احنا الشباب. والله اني مع خوي انه طبلي يا ولد اقسم بالله كذا ايش نلعب هربقه دق 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 دق. ليه تطير الدنيا عشان نلحق هربقه. هو زكي بردقة الطريق ودك تجي مع متى؟ لا تالي الليل تالي الليل وطلال المدح وطلال المدح ودي تشوف التخاطر هذا بنص الطريق الطريق مش التخاطر هذا. انت يعني افكارك زي افكاري. لا لا مستحيل اديك عافي مو الا يا ابو ترخي يا ابو ترخومه اديك عافي ما بتحدث عنده. اسمع ابو ترخومه تحديثه وصل عندك. اسمع الطريق الطريق وجلسات في اليسار وين انا احب اللي زي كذا الطريق وعد الى النامبو. تدري انه جوي والله اقسم بالله جوي. احيانا اعلمكم شيء يا ولد النفود احمر. تدري احيانا الحين تلقاه يا ولد بالنفود في عين. انا احيانا في تالي ليل ولا تالي ليل اجي في زي الاماكن دي واتكي. ترى يحب يمزح يحب يمزح واجد. الله يهديه الله يصلح. الله يصلح. تصمد تصمد كلنا نصمد اذا نصمد تصمد. اي تصمد. ترى في شهود الاف مؤلفه يشهدون. انا صامد انا صامل. لا والله انا صامل. ها تصمد. انا ماني صامل ايش انا ما سمعت اصلا. زين يقول عيب ان الرجل يتزع قبل ما بان اقول ما وصل لي شاو انقطاع. علم اللي انا واصل انا واصل انا صامل. يلا واصل معنا واصل معنا والله لما انا والله هناك حلو ما عاد اعرف يسولف وش هناك حلو. انا ذبحني. لا والله ما ذبح. ذبحني يا عيال. اذبح لي اذبح لجل المطر. والله ما ذبح. اصبر اصبر والله علوك بعلوك اذبح لي اذبح بعلوك بعلوك والله بعلوك يا جو. ايوه ايوه ابي يجي مطر 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 يجي 3 ساعات وهو مطر. اذا ما قال ابي ما قال ذبحني ثم بروح في عروق في الليل في الليل طالع ما اجي فوق راس العرق ذاك. اي اخرها دق على 9 9 8 انا مقطوع ما ادري شفت فوق العرق موقف طال عمرك عقبها ما عاد ما عاد مطر. اسمع ابي بروك بس تبرق بس هذا هو مكان ابي ابي يتخيل اي شب الضوء هادي هراك تراك تمام. لا ولا ولا جلست ما فيها نفس اجواءكم ثانيه. ما فيها قصدك ما فيها احد مثل واحد من العيال. ما فيها نفس ثقيل. انا اجواي ثانيه. ما فيها نفس ثقيل. والله انت وناس واللي قايم هناك زين نقص دير. مدفون. جو مدفون زين نقص دير. جو بس وين الدجاج؟ نقص دير بالدجاج وبطاطس اكيد موجود وبسكوت حطه هنا الحين. والله اني صامل. دجاج وقص دير. اي في وش تطبخ خفيف؟ المنقل. المنقل نحط شبه الضوء نحط الجمر ونحط الدجاج. مدفوع. والله العظيم توني اقول حطب ما بحطب وجبن سايل بنجيب جبن سايل خانه دورت حطب عشان جبن سايل حط صحن جبن سايل عقب ما يخلص القصدير شيني بدش ان شاء الله. سدد لا لا جبن قصدير كيف تجبن ايوه تجيب صحن كب فيه جبن تفك القصدير تاكل اي هشوان عشان تحطها معه. طيب تدرون انا ايش اجواي يا ولد ترى تسولف عن الاكل والمشروب نضبط هذا الحين والمشروب ذاك الازرق عرفتوه اللي داخل اسود لا تسوي كذا يسحب الماء اوه يا
حبيب كيف يا شوف شقرا قد شقرا قد حطب تكوي يا شقرا ولد اقول تكفى ابشر مش عارف قصدير قصدير وبصل اروح اجيبها من البقاله واجيه تحمست قصدير بصل قصدير بصل بطاطس وفلفل طماط وفلفل اخضر سجلها من جديد سجلها اللي نحتاج ولا تكلم موجود هنا المطبخ فيه بصل فيه بطاطس فيه طماط فيه دجاج على طول الحين طاخ طيف ايوه هو يقطع الدجاج شغل سيري سيري واحد يشب الضو واحد انا وخاز قطع احنا نبي نبرد والله تجيب المنقل يلا كذا انت فك الوقت على شغله حمزه وينه نبي نبرد حمزه نبي دقله اجل بقعد جي نبي نبرد ما ينفع مثلج اي والله مبرد تجيك كذا يا ولد نقاوتها ولذاذتها وصفاها والله الرجال اضبط لكم شيء انا اضبط وتقطع كذا ولا كمل يا ابو اشوي ما تبي واحد نفسك يعطيك مرضات كامل انا كبيره قلت له نشوي وش حمزه في الحمد حاجه ندق لنا بكبسه نجيبنا نجيبنا عيال بس راح نجيبنا عيال طلي صايد عتوده صي عتوده على القهنة طال عمرك مسح من جنوبه ولد خلني امسح من جنوبه العلم صحيح ولا تطقطقون انت والله اني صادق مسح من جنوبهم ايش هو استحبوك ها وين وين خالد وين وين القستير ولا ما عندك اني بضمرك ضمير عني ما جاء حمزة بنوصيه حمزة أفلح أخذ الغلط أفلح دقاق دقاق يا ولد ايش مالك والدعاوي أنت؟ ما دقاق ما هي دعوة ما هي دعوة دقاق يعني شيء يدق شيء يدقك ما هي دعوة اسمع ولا أنا عندي فكرة أنا عندي فكرة أنا عندي فكرة ها وش لحم نطلبه لحم أو صار يجيب لنا اللحم كبسة كبسة ونكوره كبسة معدن ونكوره انا شو نغير اللحم ولا نوض اللحم المفروم ده ونخليه يجيب لنا خبز برجر ولا تعبكم جبنه اسمع اسمع نجيب برجر تدبجها كذا مع الصوص البرجر رايزر ما انا وين الباكج ايه عرفتوا باكج تجي مع هذه دخل حار عبد الله ايه ولا مره زدكت بس اتمناه اقول يا رب اتدون يوصل حمزه ابشر والله بس عادك انت من السعد ابشر والله بس سعد والله اوصل حمزه انا اقول انا طايش جن اعلان عندي لا خليهم يدقوا علي لا علينا اجيب بحول نحولها فلوس يعطيني جوالي احولها فلوس يلا 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 والله العظيم الشوايه موجوده هنا حقت جاهز عاد البوكس جاهز طيب وين وين الفحم وين الفحم ها نوصي فحم وش والله هذا شيء بالخاطر ريالك يجيب لك شيء والله النصر دق 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 على حمزه دق هذا الجوال هذا ما في شحن شوف الجوال عند الاداره حمزه ايش بالك اسمنا عليه صامني نوصي حمزه كم قطعه يجيب مالك شمال حمزه كم قطعه الباكج كل شمالك حمزه اللي نشوي اسمع جيب لي مر برجرايزر ايوه دق علي اذا وصلت ما نقدر والله السيستم اطلع كامل ولا جبناه جاهز السيستم اطلع لا بنزينه انت ما تفهم راح لهم وكلم انا بنزينه ما نقدر مقفلين صلاه يقولون يا عم بنجيب البوكس ناخذ لنا ثلاث اربع حبات دجاج وناخذها من برا الو حمزه سلام نقطع حبه وين منت ونحط البطاطس نبه الو حمزه صحيت والله صحيت صاحي لك ثلاث ساعات كل يوم صاحي والله اني صاحي كل يوم لكن كنت دايخ ما تقول لا انا لما تحلمت خلاص اترك الحياه وطيه اقدر اعيش في الحلم ما يمكن ما عاد اقوم يمكن يومين اي تحلمت لك مع بيس صح تخيل تحلمت لك اعوذ بالله انا قلت لك وش حلمت ما قلت لك حلمت بي سمعتني هو نطلبه قصدير ونطلبه دجاج قصدير موجود دجاج مبرد دجاج مبرد الحين قاعدين نخطط اي برجر لا لا والله والله ما في احلى من الدجاج المدفون لا 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 لو يصير الان الان ادق عليه والله يا عيال احول عليه الفلوس يمر السوق اي اي يمر السوق وندب حط لي هنا والله اني صادق نشوي ذا الحين والله نشوي وين السوق ذا الحين تلقى شبوك شبوك اي شبوك وين ما اللي بيذبح انا وين هنا هنا رحنا يا رجال عشان يذكرونك هنا ما هنا تو والله جينا الكاميرا هنا احنا نجلس لا تاكل لا تاكل انت لا تاكل احنا نبا في عرض لكم يا اما انكم تبون برجر تشون برجر نضبط برجر تشون صوصاي تقوم يا ولد الا غويس لا لا اسمع شوف انا حيرتكم انا حيرت لا 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 تبون لكم والله بنات المؤذن والله اما ذولا ابشر بشعدكم شوف انا بخيركم يا اما انكم تبون طلين صغير
ولا برجر باكج اجيبه لكم هنا ونشوي ولا قصدير زين دجاج قصدير مدفون 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 نبي شو اسمه برجرايزر او تصويت نعم تصويت يلا تصويت طبعا برجرايزر بنطلب كلب ولحم دجاج تبغى برجر ولا تبغى ولا مدفون تبغى برجر ولا مدفون اقول اي ولا ذا يلا هادي برجر ولا مدفون برجر ليه وش بتجيبه انت نختار اختار بنسوي تصويت ما عليك تصويت بنصوت برجر ولا ويش؟ ولا برجر ولا طلي ولا قصدير ولا قصدير اختار قصدير حلو قصدير وماجد برجر ولا طلي ولا قصدير برجر الله يجعلني اقطف اذانك كذا عطنا بسرعه الاجابه طلينا صغير بس عزوج طلينا صغير شوي ضليعه لا هدي انا متعب شوي كذا ملك مقلقل يطلي فطور لا قال دجاج قال دجاج قشطير مقلقل لا برجر يعني لا يعني هذا زاد طبخه جديده وانت خالد دجاج وانت دخل هذا بالخشب وانت خالد لا اعطيك كوع خليه حتى وانت خالد حسب اللي هنا يلا تكفي انت اتمنى قول لنا اتمنى برجر قشطير 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 انا قشطير برجر ولا قشطير ولا طلي برجر عشان عبودي برجر حسمت النتيجه برجر. ثلاثه قسطير انا قسطير لا همبرجر انا غير برجر غير ولا قسطير ولا همبرجر انا وهمبرجر همبرجر يعني اقول كل مرقل انا بغير همبرجر ها بغير برجر برجر انت ايش قلت برجر برجر وانت همبرجر قسطير وانت برجر وانت برجر